الآية اللي احنا هنلقي عليها تأملنا مع حضراتكم اللي هي في رمية 12-16: لا تكون حكماء عند أنفسكم. يعني صعب قوي ان الواحد يعتقد في نفسه ان هو حكيم، وبالتالي بيتمسك برأيه، بيتمسك برؤيته، يتمسك بالكلام اللي هو بيقوله، لأنه يعتقد في نفسه أن رأيه ورؤيته وانفراده بالكلام هو ده الصح وهو ده الحكمة، كل الحكمة. ويبقى خطر قوي على يعني فكر هذا الإنسان، لأن نتيجة كده ممكن تكون رؤيته غلط أو حكمته غلط، يعني تعتبر في ذات الوقت جهل وليس حكمة. عاوز أقول لكم إن في فرق فعلا ما بين الحكمة السمائية والحكمة الأرضية. احنا مهم قوي ان احنا نتعرف على الحكمة السمائية اللي هي بحكمة الروح القدس، لان الروح القدس الاقنوم الثالث من الثالوث القدوس المعطى بينا واحنا بنحيا به، فالله. ولذلك في قانون الايمان نقول نؤمن بالروح القدس الرب المحيي، لاننا احنا به بنحيا. فمن ضمن صفات أو صفة الروح القدس المحيي كأقنوم إن هو روح الحكمة، فالثالوث ينسب إليه الحكمة، فالآب هو الحكيم والمسيح هو الحكمة والروح القدس هو روح الحكمة. فإذا هنا إحنا بنحصل بالروح القدس على حكمة خاصة، حكمة سمائية مختلفة تماما عن الحكمة الأرضية. طب إيه هي الحكمة السمائية؟ قالها لنا القديس يعقوب الرسول في رسالته الإصحاح الثالث، يقول إيه؟ يقول: وأما الحكمة التي من فوق فهي أولا طاهرة، ثم مسالمة، مترفقة، مزعنة، مملوءة رحمة وأسمارا صالحة، عديمة الريب والرياء. طب إيه هي الحكمة الأرضية؟ برضو معلمنا يعقوب عرفنا برضو الحكمة الأرضية اللي هي البشرية أو اللي هي الإنسان يتمسك بيها وأتريها مش حكمة ولا حاجة. يقول إيه؟ يقول: لأن هي الحكمة البشرية هي الغيرة المرة والتحزب، الغيرة المرة والتحزب، دي الغيرة الحكمة البشرية. بالإضافة كمان إلى أن معلمنا بولس الرسول قال لنا برضو تعريف للحكمة البشرية، فقال: لأن حكمة هذا العالم هي جهالة عند الله. يعني حكمة العالم، يعني إيه حكمة العالم؟ برضو هي الفلسفة العالمية اللي بيطلق عليها بعض يعني الناس الحكماء، يقول لك عليها الفصفطة الأدبية، يعني كلام ممكن يقنع اللي قدامه، لأن هو بفلسفة يفلسف الكلام. ومعلمنا بولس الرسول بيحذرنا من فلسفة هذا العالم وغرور العالم اللي هو بيضل الناس، على الأخص في الجانب الروحي أو الجانب الإيماني. الجانب الإيماني ممكن فلسفة العالم تضر بالإنسان، يعني كل من يحب الفلسفة فيقرأ لإفلاطون مثلا أو يقرأ لأرسطو أو يقرأ للكتاب الرواقيين بيلاقي كلامهم يعني منمق ومقنع،
وبيلاقي كلامهم برضو بيتوافق مع العقل، يعني خدتوا بالكم، ويتوافق مع الأخلاقيات، ويتوافق مع الأخلاقيات. ولكن كل هذه الفلسفة لا تضاهي أبدا أبدا حكمة الله في حديثه للبشر وفي وصاياه وفي كلمته، لأن حكمة الله متكاملة، أما حكمة البشر غير متكاملة، كاملة في نقط إنما مش كاملة في بعض بعض النقط. طب إيه هي سمات الحكماء عند أنفسكم بحسب الآية اللي احنا بنتأمل حواليها في رومية 12-16؟ لا تكونوا حكماء عند أنفسكم. حكاية لا يعني ده أمر، زي ما السيد المسيح كان بيقول لنا لا يعني لا تحلفوا البتة، وهكذا. فهنا برضو كلمة ربنا الموحى بيها على لسان معلمنا بولس الرسول يقول لا تكونوا حكماء عند أنفسكم، يعني مطلوب يكون فيكم حكمة، بس حكمة سمائية بيغذيها الروح القدس في داخلنا ويظلل عليها الابن الكلمة، وأيضا يدعمها الآب الثالوث القدوس، بيغذي المؤمنين دائما بالحكمة. إنما سمة الحكماء عند أنفسهم، أول حاجة عندهم اعتداء بالرأي والفكر المخالف، اعتداء بالرأي والفكر المخالف. احنا كلنا بيبقى عندنا آراء، بس لابد أن هي تطرح للحوار، حتى على مستوى البيت عندك في الأسرة، يعني انت عندك رأي معين بس لازم تشرك معاك الزوجة، وليه ما تشركش معاك الأولاد حتى تدربهم وتعلمهم ان دايما الحوار هو السبيل للتفاهم. انما لما واحد يقول احنا نعمل كذا ويطالب الزوجة والأولاد ينفذوا هذه الأوامر، وقد تكون أوامره ديت عن غير حكمة، مش واخدة الأبعاد الأخرى، الأبعاد الأخرى، ده أحيانا الشخص يفرض رأيه على بنته، يقول لها ممنوع تتجوزي الولد ده، وهو باني فكرته على معايير ما هياش عادلة، مش عادلة معايير. أنا مش عاوز أتكلم في التفاصيل لأن يعني كلام بيبقى مسيء قوي لمثل هذا الشخص الذي يتمسك برأي بدون أن هو ما يشرح ويقول إيه رأيكم، أنا ما بحبش كذا أو ما نعملش كذا علشان خاطر كذا كذا كذا. المفروض يفسر ويبقى فيه حوار. فبنقول الاعتداء بالرأي ده ممكن أن هو يخلف الانقسام، الانشقاق، يخلف التباعد، قلة المحبة، المحبة تهرب من القلوب، لأن هو معتد برأيه بس، هو عينه مش شايفة غير هذا الأمر اللي هو بيقوله بس. يعني للأسف الشديد سمعان الفريسي لما دعا للسيد المسيح علشان يأكل عنده، وجه والتلاميذ المسيح حضروا في البيت عنده في بيت عنيا، وبعدين واحدة ست اقتحمت القعدة ومعها قارورة طيب، كسرت القارورة وسكبت القارورة دي على رأس المسيح وعلى رجلين المسيح. هل ده في غلط؟ هل ده في غلط؟ مش غلط ولا حاجة، يعني تشكر يعني. وبعدين سمعان الفريسي حكم أو بقى ليه رأي ذو جناحين مش حلوين، يعني أو ذو أساسين مش حلوين. الأساس الأول أنه عاب في السيد المسيح، قال لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة، يعني هو ما اعتبرش حتى السيد المسيح نبي، رؤيته كده. هي دي الحكمة اللي عندك يا سمعان فريسي؟ طيب
العيب التاني انه عاب كمان في الست ديت، قال انها خاطئة. طبعا السيد المسيح علشان يثبت له ان هو اله متجسد، فراح كشف له افكاره اللي بيكلم بيها في عقله وجواه، وكشف له اللي بيقوله يعني في دماغه. فقال له طبعا يا سمعان عندي كلمة أقولها لك. قال كل يا معلم. قال له كان لمداين مديونان، على الواحد 50 وعلى الثاني 500، سامح الاثنين، يبقى من يحبه أكتر؟ قال اللي سامحه بالأكتر، أبو 500. قال له شوف بقى، أنا هقول لك حاجة، أنا دخلت بيتك ماء لرجلي لم تعطي، زيتا لم تدهن رأسي، أما هذه المرأة فقد سكبت الدموع على رجلي ومسحتهما بشعر رأسها ودهنت رأسي ووضعت الطيب على رأسي. أتاري يعني حكمة الفريسي دهوت حكمة سمعان كانت غلط. يعني المسيح مش هيجامله علشان خاطر حاجة لمؤاخذة، لا، ده عاوز يعلمه، يقول له ما تعتمدش على فكرك، لأن الفكر اللي أنت بتفكر فيه ده يعني ضد ذاتي اللاهوتية وضد المرأة المسكينة اللي هي ما عملتش حاجة غلط. أنت المفروض تشكرها وتبص لنفسك أنك أنت المفروض أنك أنت تستقبل الضيف بالأوضاع التقاليد المعتادة اللي احنا في تقاليد المجتمعات اليهودية. لما ضيف بيدخل لازم صاحب البيت يغسل له رجليه وينشفها له ويحط الزيت على راسه ويقول له اتفضل استريح. هو ما عملش كده مع المسيح، وفوق كده يعني كون في دماغه رؤية ضد المسيح وضد هذه المرأة، فالمسيح قعد فسره. لكن الاعتداد والتمسك بالرأي ده بيخلي مثلا الجماعة الكتبة والفريسيين كان عندهم الخصلة ديت يعني أو الصفة دي. هم جابوا الراجل المولود أعمى بعد ما شفي وقالوا له تعالى في مساءلة ومحاكمة. فقالوا له حصل معاك إيه؟ قال لهم هو المعجزة دي حصلت في يوم سبت، فهو مسكين على يوم السبت دي، طيب عديها دي. ولكن فهو بيحكي لهم ان المسيح شفاله او يعني خلق عين جديدة ليه. فالجماعة الكتبة والفريسيين يعني اخرجوا فرط الحكمة عندهم كشيوخ وكمفسرين للناموس، وهم اللي بيجلسوا على كرسي موسى ليحكموا، فخرج منهم الفكر بقى الحكمة. ايه هو فكر الحكمة اللي عندهم؟ قالوا للراجل المولود اعمى عن المسيح انه خاطئ. فالراجل رد عليهم قال لهم عجيب، كيف ان خاطئ يشفي مولود اعمى؟ يعني الراجل اللي هو المسكين ده هو المولود أعمى ده عنده حكمة أعلى من الكتبة والفريسيين اللي هم جالسين على كرسي القضاء وكرسي التفسير. ده شيء إيه؟ عجيب قوي. للأسف الشديد إن إحنا أحيانا بنقعد نحكم على بعضنا بدون حكمة. احنا عايزين نقول ان احنا يجب ان نحكم على انفسنا يعني على بعضنا بحكمة. من منطلق ايه؟ من منطلق ان ما يبقاش فيه يعني امور داخلة على الحكم على الناس او داخل فيها امور شخصية يعني شخصنة الامر. ودي مشكلة كبيرة لما تلاقي الرئيس في العمل ماشي بحكاية الشخصنة، فدايما دايما بيطلع جاهل في معاملته مع الشخص ده. ليه؟ لأن الحكمة بتختفي عنه. هو باني رأيه على ايه؟ على ان هو مش بيحب الموظف ده او مش بيحب الشخص ده،
فمشخصن الأمور، مشخصن الأمور، دي عدم حكمة. ودولة الحكماء في أعين أنفسهم، يعني بيستجلبوا فكر حكمة غير عادل وغير موضوعي، يعني مش حقيقي. يعني ليه؟ لأن مثلا مش عاجبه الشخص ده، أو مثلا مش مؤمن بيه أو كده، فبالتالي فكره بينتج جهل بخصوص الشخص ده، أو مش حكيم. إنما لو إنسان حكيم يبقى عادل، يخلي الشخصنة دي على جنب ويتعامل بنزاهة وبشرف وبأمانة مع اللي تحتيه. للأسف شديد يعني الحكماء في أعين أنفسهم زي أريوس مثلا، وكان حكيما جدا، لكن بحكمة بعيدة عن حكمة الآباء، فطلع أفكار كلها غير حكيمة. كأن مثلا قال إن السيد المسيح كابن الكلمة أقل من الآب، فهو إله صغير والآب إله كبير، يعني آمن بأن بإلهين يعني، أو نادى بإلهين. بالإضافة كمان من حكمته الغير سليمة، يعني ابتدى يستخدم الحروف اليونانية في تغيير الكلمات علشان يضحك بيها على الناس. فكلمة مثلا مساوٍ هي نفس الكلمة مشابه، بس الفرق بين الاتنين ان في حرف الاو زيادة علشان يضحك بيها على الناس، وان كلمة مولود هي نفسها كلمة مخلوق، بس الفرق بينهم ان كلمة مخلوق فيها اتنين ان، وبالتالي حاول يخادع. وبحكمته وذكائه ده وصل بيه ان بحكمته الشخصية وذكائه حاول يستميل الشعب عن طريق المرأة، تصوروا، وبقى يمشي وراه 700 عذراء، 700 عذراء، لان حلو الكلام، وايضا بيتملق اللي حواليه، فابتدى ان هو يشد بعض فئات المجتمع علشان ممكن ينشر فكره. بالإضافة كمان من حكمته راح تحالف مع أسقف اسمه ميليتوس، أسقف مكان اسمه ليكيبولوس، علشان ياخد دعم ليه ضد مين؟ البابا ألكسندروس، وبعد كده للبابا أثناسيوس. هو عنده حكمة، بس للأسف حكمة مدمرة للإيمان وأيضا العقيدة الأرثوذكسية. خد بالك، يعني ممكن حد يقابلك ويقول لك أنت رحت النهضة النهاردة، تقول له آه، تقول له يعني طيب أنت اتشفعت بالعذراء مريم، تقول له أيوة، يقول لك بس أنا دورت في الكتاب المقدس ما لقيتش ولا كلمة شفاعة خاصة للعذراء مريم. هو بيقول لك ليه كده؟ علشان يصدر لك حكمة إنسانية فلسفية من عنده بدون حكمة الإنجيل، لأن الشفاعة دي موجودة فعلا في الإنجيل. ده عدو الخير يقول لأبونا أيوب: انظر فهل لك من مجيب، وإلى أي من القديسين تلتفت؟ يعني في قديسين حتلتفت لمين تتشفع بيه، وخلافه يعني. لكن حكمة الناس اللي هم معتدين برأيهم ممكن يضروا الغير، فإحنا يجب أن نكون أكثر فهما وأكثر معرفة وأكثر يعني ذكاء بالروح القدس أو بحكمة الروح القدس علشان نقدر نميز. حتى أن بنلاقي أن أخاب الملك في العهد القديم هو بقى مؤمن برأيه في عبادة الآلهة الغريبة، وبقى مؤمن بيها لدرجة موت كل الكهنة، كهنة الله، كهنة الهيكل يعني.
وبيحاول يقضي على وصايا موسى والكهنة اللاويين وموتهم كلهم تقريبا، فضلش غير عدد قليل. وقعد يعظم الآلهة الأخرى الغريبة والكهنة البعل، وعمل لهم مذابح وبنى لهم وكل حاجة، واعتد برأيه، واعتد إيه برأيه. لكن يجي له إيليا النبي ويوبخه ويقول له تعالى علشان نشوف ان اله البعل هو الاله الحقيقي ولا الاله بتاعنا اللي انت تربيت عليه هو الحقيقي. وفين بالفعل حصل كده، دول قدموا ذبيحة ودول قدموا ذبيحة، بتوع البعل قعدوا يصرخوا للبعل طول النهار والليل مفيش، عشان يعني يقبل الذبيحة. اما الذبيحة اللي قدمها إليه نزلت نارا من السماء والتهمت الذبيحة وحتى الماء الذي كان حول مذبح هذه الذبيحة. لكن هو أخاب ليه كان متمسك برأيه الخاص؟ لأن ما عندوش حكمة، عنده حكمة إنسانية. معلمنا بولس الرسول يقول إيه؟ لا تكونوا حكماء في أعين أنفسكم. حكاية الحكماء في أعين أنفسهم بيبقى السمات بتاعتهم من ضمنها ان هي عندهم نرجسية. عارفين النرجسية؟ النرجسية دي تعتبر مرض نفسي. يعني ايه مرض نفسي؟ بترجع الى اسطورة يونانية لإله اسمه ناركيسيوس. ناركيسيوس ده بتقول الأسطورة ان هو كان جميل جدا، ومن كتر جماله يبص يلاقي خياله في المية يزداد يعني فخرا ويزداد تكبر ويزداد تشامخ ويزداد يعني تفاخر. فبقى إنسان عايش حوالين نفسه، إنسان ذاتي بيبص لنفسه، هو إيه شكله قدام الناس؟ هو الناس بتمدحه ولا لأ؟ هو ليه مكانة كبيرة ولا لأ؟ وتلاقيه بقى ممكن يغضب على أي إنسان ما يمدحوش، ويختلف مع أي إنسان ما بيقولوش كلام إعجاب. فدي الشخصية النرجسية، وبالتالي هو يحارب اللي قدامه ويعتقد اللي قدامه مش معجب بيه فيحاربه، لأنه إنسان بيدور حوالين ذاته مش متخلي عن ذاته. السيد المسيح بيقول من أراد أحد منكم أن يمشي وراءه فلينكر نفسه، يعني ينكر ذاته ويحط ذات الله بدال ذاته هو، يعني يكون سفراء عن المسيح لعل الله يعزبكم. خدوا بالكم، البسوا صورة المسيح، يعني نكون احنا صورة المسيح، نتخلى عن صورتي انا وخلي صورة المسيح. يعني معناها ايه؟ ان انا بشيل النرجسية واشيل ذاتي مني وخلي الذاتي ممسوحة وسفيرة ووعاء للروح القدس، هيكل للروح القدس، والروح القدس ساكن فيكم. ما بقاش شخصية نرجسية. الشخصية النرجسية هي الحكيمة في أعين أنفسها. الشخصية النرجسية هي الحكيمة في أعين أنفسها، زي الابن الأكبر كده، أخو الابن الضال. الابن الأكبر رجع من الغيط ولا رجع من الزراعة بتاعته، بس لقى في فرح وحاجات حلوة في البيت، فجاب الجماعة اللي هم الغلمان اللي عند اللي في البيت، قال لهم هو في ايه؟ قالوا له ده اخوك الصغير رجع، وابوك ذبح له العجل المسمن ولبسه حلة جديدة وخاتم في ايده وحذاء في رجله. فزعل وغضب، وابوه قابله بعد كده وعاتب ابوه وقال له يا ابي هو انا فين؟ انا فين منك؟ وعجلا ونعجة لم تعطي لي
لكي ما أفرح مع أصدقائي، وها أنا بتعب طول النهار في الشغل، وأخويا اللي ضيع أمواله على الزواني والخطاة عامل له الاحتفال ده كله. ما هو شخصية نرجسية. فأبوه بقى حكيم فحلله المشكلة، قال له يا ابني أنت معي دائما وكل ما لي فهو لك، ولكن كان ينبغي أن تفرح وتتخلى عن النرجسية، لأن أخوك هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. هو إحنا لما ما بنقبلش بعض يبقى دي نرجسية، يبقى أنت ماشي بدماغك بحكمة كده مع نفسك. يا ريت يا أحبائي نتخلى عن حبنا للذات ونهدي حبنا للآخرين، ويا ريت لما نتصرف بهذا الأمر نتمتع بحكمة الله وروح القدس الساكن فينا، لأن الروح القدس مش أناني، لأن الشخصية دي أنانية، النرجسية دي عندها الأنانية عالية جدا، لكن يا ريت نتخلى عنها ونهدي تعبنا وحبنا وفرحنا للآخرين، على الأخص إن الآخرين دولت كانوا في محنة. اكفينا الشر بقى لو واحد زعل لو إن مثلا أخوه كان في محنة ونيجي منها، يقول يا ده أنا كنت أتمنى إن يموت، إن ينتهي، إن ينهزم، إن يدخل السجن، إن كذا 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 كذا. غلط، دي حكمتك أنت. المعلمنا بولس الرسول اللي يقول لا تكونوا حكماء في أعين أنفسكم، لكن تصرف بحكمة. حتى عيسو أخو يعقوب، عيسو كان شخصية نرجسية، بس ظهرت إمتى؟ لما أخو يعقوب أخذ البكورية من أبو إسحاق، هو لقى نفسه بره الموضوع، يقول لك فصرخ صرخة عظيمة وقال لأبي إسحاق يا أبي ألم تعد بركة عندك، ألم تعد لي بركة عندك. فأبو إسحاق قال له يا ابن أخوك جه وخد البكورية، لأن إسحاق كان لابد أن هو يراجع نفسه بحكمة ويعرف أنه باع البكورية واستهان بيها، لكن ظهرت نرجسيته وظهرت يعني خطأه بالحكمة اللي اعتمد عليها. لأن هو لما طلب الأكل، أكلة العدس من أخوه يعقوب، أخوه يعقوب قال له اتباع للبكورية، قال له أيوة ماشي لأن أنا حموت فالبكورية هتنفعني بإيه؟ دي حكمته الخاصة. فضيع بحكمته الخاصة ضيع البكورية ومعتمدا على نرجسيته. يعني أهم حاجة يشبع نفسه، واخدين بالكوا، حتى ولو على حساب الآخرين، حتى ولو على حساب نعمة الله المهداة إليه، مفيش مانع. ودي الشخصية اللي بحكي لكم عليها النرجسية. حتى شاول كان للأسف الشديد يعني اعتمد على فكره وحكمته، لما لقى أن داود انتصر على جليات والشعب بقى يهتف لداود، أن داود قتل ربوات ربوات، أما شاول فقتل ألوف، وعن غير حكمة ابتدى يطارد مين؟ داود. يعني إحنا لما بنلاقي حد مننا أحسن مننا، طب وماله؟ هو ليه أنا أزعل؟ يعني حضرتك لما تلاقي زميلتك أو قريبتك أو حاجة متفوقة عنك وممتازة وجميلة، انت يعني بحكمتك تروحي وتباركي لها وتهنيها وتمدحي فيها، لان ده حقها برضه. انما نعمل عكس كده ونقاوم، طب يبقى دي مش حكمه. وتبص تلاقوا الخلافات تزيد والمشاكل تزيد والزعل يزيد، هو ليه؟ لان انت او انت ما انتش قابله الغير في نجاحه وفي تفوقه وفي يعني الحاجات الكويسة اللي هو فيها. ليه لا؟
خليك ذات نفس عفيفة فيها عفاف، إنما مش بتقول لا ده أنا مستخسر النجاح في شخص في الفلان ده، أو مستخسر الحاجة الحلوة عند فلانة ديت، دي المفروض تبقى ليا أنا، المفروض تبقى أنا فكر خاص وماسك فيه، وفكر نرجسي. من ضمن السمات بتوع الحكماء في أعين أنفسهم هي الانفرادية بدون تقدير الظروف اللي احنا فيها أو اللي انت فيه. يعني تبص تلاقي ايه، أمنون أخو سمار بعدم حكمة قاعد يفكر بشهوة ان يغتصب ويعتدي على أخته سمار. طب دي حكمة ديت يا أمنون؟ تفكر النهاردة لو انت انهزمت النهاردة من الفكر، يعني فكر تاني بكرة او بعده، لكن ده صمم ان هو يغتصب اخته، لدرجة راح شار واحد على شاكلته. فالواحد ده قال له اعمل خدعة كده، تمارض وقول انا مريض وانا طالب سمار تخدمني علشان تبقى معاك، وتهجم عليها كهجوم الذئب على الايه، على الحمل. للأسف الشديد انفرادية مبنية على فكر متواصل وعقلانية حاضرة. خدوا بالكم، ما هي دي الحكمة الإنسانية في فكر متواصل ومستمر وعقلانية حاضرة. يعني تفتكروا ده لو اتحاكم دلوقتي في النيابة ولا حاجة، أمنون ده هياخد ايه؟ اعدام على طول. يعني مش هيدوله عذر. بل ان نلاقي ان شمشون تخلى عن يعني سر قوته بعدم حكمة. عدم الحكمة مبنية على الشهوة. طيب ماشي. تاني حاجة التنازل، علشان يبقى ماسك في الشهوة فما يتنازلش عن طلب مين؟ طلب دليل. فراح قايل السر قوته في شعره، لأنه هو كان نذير الرب، فتأصله شعره تخلت القوة عنه. تلاقوا واحد منفرد بفكره فجاب له الكافية. طب يا أخي ارجع للضمير، ارجع للوصية، ارجع للعهد، ارجع للنذر. ما يصحش كل ده يعني لغيته، يبقى دي مش حكمة، يبقى ده جهل. بل ان احنا بنلاقي ان حتى مرسى انفردت برؤيتها ورأيها وكلامها، مرسى اخت مريم والعازر، لما هي انفردت برؤيتها وبحكمتها غلطت في ربنا وغلطت في مريم البريئة. يعني مريم دي بريئة، لحد غلطانة فيها. غلطت ازاي؟ كلمت السيد المسيح وقالت له يا رب اما تبالي، يعني ادعت على المسيح ان هو مش واخد باله. اما تبالي يعني مش فاهم، يعني ده غلط. أما تبالي بأن أخدي قد تركتني أخدم وحدي، فقل لها أن تعينني. ده بتدي أمر لربنا، بتدي له أمر، يعني ربنا اللي بيقول كن فيكون، تيجي مرسى تقول له اعمل كذا؟ ولا ده سلطان المرأة على الرجل؟ لا، تاخد بالها. على فكرة احنا لما بنعامل بعض شيء، لما نعامل المسيح بيبقى بطريقة تانية، لها الوقار والاحترام والعبادة والسجود. ان احنا ممكن نسامح بعض في اخطائنا البعض، لكن ما نقدرش نسامح انفسنا في اخطائنا للمسيح عندما ننكره او نجدف على روح القدوس. للأسف الشديد الحالة الانفرادية عند الانسان هي حالة من الحكمة الإنسانية دون أن تكون حكمة الله. وتعالوا شوفوا هنا انفرادية شاول الترسوسي
بفكره وبدماغه وبعقيدته الغلط. عنده فكر ودماغ وعقيدة غلط، إنه يجر الناس المؤمنين من البيوت ونساء ومع أطفال يحطهم في السجن. ليه؟ علشان بيتبعوا المصلوب اللي احنا صلبناه، وبياخد الضوء الأخضر من المعلمين بتوعه، سواء رؤساء الكهنة أو الكتبة والفريسيين. غلط، ماشي غلط، ماشي بحكمته الخاصة غلط. سيد المسيح قال له: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ أنا أحب أقول الآية ديت علشان إحنا كمان يهون علينا أي اضطهاد إذا كان السيد المسيح نفسه اضطهد. ده بيقول لشاول: لماذا تضطهدني؟ صعب عليك أن ترفس مناخس. لكن القصد في ايه؟ ان شاول كان ماشي بحكمته الانسانية اللي هي لا تتفق ولا تتوازي مع حكمة الله. طب احنا دلوقتي اخر نقطة بقى، العلاج احنا نعمل ايه؟ اول حاجة ناخد المشورة والخبرة من الاخرين علشان ما نعتمدش على حكمتنا اللي ممكن تكون غلط. تاني حاجة نتمسك بالتواضع. ثالث حاجة نطلب الحكمة نفسها. أخذ المشورة والخبرة، لأن أيوب البار يقول في صح 48: تحصيل الحكمة خير من اللآلة. يعني روح شور الكبار، شور آبائنا الكهنة، شور خادم حكيم، يعني ناخد منه مشورة. إيه رأيك يا آبانا كذا كذا؟ ده على فكرة في كتاب في الحياة الرهبانية العنوان بتاعه ايه؟ سأل أب شيخ، قل لي يا أبي كلمة منفعة، عشان يديله خبرة ويديله مشورة. وإحنا نشكر ربنا إن كنيستنا القبطية بدأت في حكاية المشورة الأسرية بمعايير كتابية وروحية وعلمية أيضا، علشان تفيد الناس وتفيد الأم اللي هي بتشتكي من هي عنيفة مع الأولاد، فالخدام المشورة يقولوا لها كده غلط وحيولد مشاكل كذا كذا كذا، أو يشوروا الأب الزوج اللي مختلف مع امراته، أو يدوا مشورة كويسة للولد أو الشخص أو الشاب اللي هو بيخطب والبنت اللي بتخطب. لأن الارتباط الزيجي مش عبارة عن يعني ليلة الإكليل، طبعا ده سر مقدس، أنا قصدي يعني مش عبارة عن احتفال وفستان والأصدقاء يشيلوه ينططوه فوق والعربية والبتاع، لا. الزواج ده أولا سر مقدس بيجمع الاثنين يبقوا واحد، ثانيا لازم نفهم، او الخطيب اللي هيتجوز لازم يفهم الجنس الاخر، يعني الست البنت دي هل هي زيه؟ لا مش زيه. على المستوى الفسيولوجي مش زيه، وعلى المستوى النفسي مختلف شوي، وعلى المستوى الجسماني مختلف. فلازم اللي بيخطب يروح مراكز المشورة أو ياخد كورس في المشورة قبل ما يرتبط ويتجوز، علشان يبقى فاهم البنت كيف تعامل وإيه نفسيتها وإيه وضعها عشان يتعامل صح معاها. الحقيقة أخذ المشورة يعني بالنسبة، عارفين فرعون، فرعون مصر، يعني أخذ مشورة من يوسف لما يوسف فسر له الحلم بتاعه. ففرعون قال له: طب نعمل ايه؟ قال له: لينظر فرعون رجلا بصيرا وحكيما عشان يتولى عملية الايه، ان هو يشيل القمح في الايام السبعة العجاف، عشان اللي هم في السنين السبعة
الكويسة عشان نشيلهم للعجاف اللي مش هيبقى فيها قمح. ففرعون رد عليه وقال له ايه؟ ليس بصيرا وحكيما مثلك. ليه بقى يا حبايبي؟ لأن يوسف فسر هذا الحلم بالروح القدس، ولذلك فرعون لما لقاه فسر له الحلم فقال للناس اللي حواليه أن هذا الرجل مملوء بروح الله. ما هو لما الروح القدس يبقى ساكن فيك وانت بتتعامل معاه من منطلق معايير القلب النقي، يبقى هيرشدك. لازم تعرف كده ان في فرق كبير ما بين حكمتك العقلانية وحكمة الله معاك. العقل بيستقبل حكمة الله، يعني حكمة الروح القدس. كمان بنقول بحكمة الروح القدس قارنين الروحيات بالروحيات، زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول. يعني اعمل مقارنة ما بين الفكر الأرثوذكسي وغير الأرثوذكسي. الأرثوذكسي بيثبتك في الإيمان الصحيح وإيمان آبائك، الفكر غير الأرثوذكسي بيطلعك بره الدايرة وتقبل أي حاجة، يعني أي حاجة تتعرض عليك تقبلها. لكن معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الأولى 2 بيقول لك قارن، يعني اعمل كومباريزون، يعني قارن واقرأ واعرف الأول فكر آبائك بالمقارنة بالفكر الثاني، هتلاقي نفسك معاك كنز اللي هو الفكر الإيمان المسلم ليك اللي بيطلق عليه الوديعة. حد يتخلى عن الوديعة بتاعته؟ لا. العلاج ان احنا علشان ما نبقاش حكماء في أعين أنفسنا يكون عندنا شيء من تقبل المشورة والخبرة والمعرفة. تاني حاجة ان احنا نتمسك بالتواضع، لأن الحكمة خير من القوة في سفر الحكمة 6. ليه بقى؟ لأن أحيانا الشخص تلاقيه يقول لك بص بقى سيبني أنا في الموضوع ده، وتلاقيه كده بيشمر عن دراعه ويقول لك سيبني أنا أتصرف أنا، مش كده برضه؟ سواء في مشاكل بيتية في البيت أو معرفش مع الجيران مع الناس، يقول لك لا سيبني أتصرف. هو عاوز يستخدم إيه؟ القوة بعيدا عن الحكمة والتفكير والتروي والحوار والقبول والمسامحة والغفران والحب حتى للأعداء أو للغلطان، أو إغداق الحب على ابنك أو بنتك اللي مش مقتنعين بكلامك أو عاوزين يعملوا شيء وانت مش موافق عليه. بالحب تقدر تقرب منهم، تقدر تتفاهم معاهم. الحكمة خير من القوة، الحكمة خير من القوة. ده مرة الجيش بتاع أرام، الملك جاب معاه جيش كبير جدا ونازل على السامرة، كان موجود إليشع النبي. فإليشع النبي نزل للملك بعد ما شاف رؤيا من الطاقة هو وتلميذه جحزي، وشاف ملائكة كتير مستعدين يدافعوا عن مين؟ عن بلاد إسرائيل أو بلاد اللي هي شعب الله. فطبعا إليشع بقى نزل للملك ده، لأن كان الملك ده عاوز إليشع بالذات، اللي هو يعني اتقال له أن إليشع النبي اللي في إسرائيل ده يعرف ما يدور في حجرة النوم بتاعتك، فلازم يموت. المهم جه، فإليشع النبي هو نازل له صلى لربنا ان كلهم يبقوا عميان، كل الجيش، فالجيش عمي خالص عميان. وبعدين راح مقرب منهم قال لهم انتوا عايزين تروحوا فين؟ قالوا له احنا عاوزين نروح السامرة علشان نوصل هناك. فقال لهم تعالوا معايا هوصلكم. فبعدين ملك اسرائيل لما شاف الجيش اعمى كله وواصل عنده في البلد، ده سهل يحاصرهم ويهزمهم. فجه ملك اسرائيل الى إليشع النبي وقال له
أضرب يا أبي؟ هل أضرب؟ قالوا لا، مش من الحكمة، الحكمة ما تقولش كده. عارفين قال له إيه؟ قال له لا تضرب، بل ضع خبزا وماء أمامهم، حط لهم أكل وشرب وإكرمهم، إنما ما تموتش حد. الحكمة تقول كده، رغم إن دولت أعداء، إنما ما تتسرعش كده وتتهور وتعمل مشكلة. يا عمي استنى شوي، فكر الأول، يعني قدم المحبة الأول قبل العنف. يعني بدل ما تيجي نازل على ابنك بالضرب، لا، يعني اسمع له، قرب منه، افهمه، افهم وجهة نظره، وجهة نظر بنتك، وجهة نظر الزوجة. إنما ما تطبش كده وتعمل مشكلة، ما يصحش، ما يصحش، بلاش حد يسمع بتصرفاتنا الغلط دي. احنا معروفين ان احنا عندنا مبادئ روحية سامية من الحب والتفاهم والحكمة، حكمة الروح القدس. هي فين؟ لما انت بتتناول وتيجي تتناول وبتاع، وبعدين تصرفاتك تبقى خارجة عن يعني قدسية هذا السر المقدس اللي انت بتاخده، اللسان يبقى وحش، والعنف والتنمر ده ما يتفقش مع اولاد ربنا. وهو هتفتكر ان ده صح، لازم تبص لنفسك وتصلح نفسك وتراجع نفسك، لازم تراجع نفسك. يقول لك الحكمة تدبر كل شيء بالرفق، سفر الحكمة 8. كمان ممكن ان احنا نعالج انفسنا بان احنا نطلب من ربنا الحكمة. ليه ما نصليش يا رب ادينا حكمة؟ نصلي. سليمان الحكيم صلى، ربنا هو بيدي الحكمة، بيقول على بصلائيل ملأته من روح الله بالحكمة والفهم والمعرفة وكل صنعة. وربنا يقول لك وأعطى الله سليمان حكمة. معلمنا بولس الرسول في رسالته لأهل أفسس 1 يقول إن كان أحد، بيقول صلوا لكي يعطيكم الرب حكمة، لأن الحكمة الروحية دي أو السمائية دي منين؟ من فوق. اللي حد يتفلسف ويعتقد أن يملك الحكمة السمائية، هي من شروطها أنك أنت تبتدي تطلبها الأول. معلمنا يعقوب الرسول يقول إن كان أحد ينقصه حكمة فليطلب من الله. ربنا يبارك حياتكم دائما بخير، كل سنة طيبين، ولربنا كل مجد دائما أبديا، آمين.